إذا يا سادة، شوف ربنا سبحانه وتعالى بارك في الوقت واتكلمنا معاكم، والله سبحانه وتعالى بس بمجرد ذكر البركة بس ربنا بارك في الوقت، وإحنا سعدنا بأسئلتكم المباركة. يا سادة أنا أقول لكم حاجة، البركة هي سر الحياة السعيدة، اللي هيعيش بالبركة وهيعيش دايما حاسس بالبركة هيشوف مدد من الله سبحانه وتعالى من عالم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله البركة طعمها حلو، والحاجات لما أنت تعيشها وتحس بالبركة بتبقى أحلى، الحياة بتنور وبتحلو وتبقى مليانة بالبهجة لما تعيشها وهي مليانة بالبركة. عارف مين اللي بينزع البركة من حياتك؟ نفسك الأمارة بالسوء، ما تسمعش كلامها. وإحنا في شهر رمضان، وشهر رمضان شهر التخلية وشهر الإمساك، أمسك عن سماع نفسك الأمارة بالسوء وهي بتقولك إن الحياة ضيقة. لا، الحياة واسعة، وفي حياة وفي رزق خفي اسمه الرزق المبارك. يا رب اجعل حياتنا كلها بركة، واجعلنا دايما نذوق حلاوة أنك الواسع، وحشاك أن تعطينا رزقا ويكون ضيقا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل البركات ومن أهل النفحات ومن أهل الأسرار. هذا شهرك الكريم الذي تتجلى به بالكرم على عبادك، فاجعلنا محل نظرك بالكرم. اللهم نظرة كرم تسعد قلوبنا وتشرح صدورنا وتغير أحوالنا إلى خير حال، وأن تجعلنا مع خير مع خير الرجال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي، فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي. يا رب اجعلنا مع الوجه الكريم، واجعلنا خلفه متبعين وعلى خطاه سائرين، ودايما في إيديه ممسكين عشان يدخلنا على حضرتك يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين.